التأهيل البدني علي معلول. علي معلول ركيزة أساسية في الأهلي المصري. أحمد علي معلول سيغيب على الدور النهائي أمام الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب. غياب مؤثر وغياب كبير جدا على الاهلي اليوم. علي معلول شوف لاعب مفتاح، لاعب تقريبا احسن المحترفين في تاريخ الرياضه التونسيه، خلينا نكون صريحين. اليوم علي معلول مفتاح لاعب في الاهلي. اليوم مطلب جماهيري انه علي معلول يكون حاضر، ولكن الاصابه حرمته طبعا من الدقائق الاولى في تدخل، يعني كان عفو يعني لم يكن مقصود عليه، ولكن اصابته حسب اخر الاخبار كما قلت انت طاهر تاكد رسميا غياب علي معلول على مباراه الاياب، وان شاء الله قبل كل شيء ندعو لهذا اللاعب الى التعافي. شوف علي معلول اكثر من مجرد لاعب طاهر، انا مشيت لمصر معناها ريسامون، والحقيقه اللاعب هذا اصبح بمثابه الرمز. انت كي تقول تونس قبل ديما ثم الكليشيه كلاسيك يقولوا نحبكم برشا وكسي والكلام هذاك الكل، اليوم يقول لك تونس يقول لك علي معلول. اللاعب هذا كسب قبل طبعا بمهاراته بالقابه بتحمل شارة الكابيتانا بمعنى ارقامه القياسيه لظهير كيفه، تقريبا هو من احسن دخل توب 10 ظاهرين هدافين في العالم، ارقام قياسيه كبيره. اليوم علي معلول بيس متريس، هو معناه لاعب ممول للتوزيعات، لاعب يصنع لك الفرق، لاعب بلياقه بدنيه عاليه رغم السن نتاعو، شوف كيفاش المردود نتاعو الغزير. فغياب غيابه على مباراه الاهلي سيكون طبعا باش يضع المدرب في حيره كبيره، باش يخلي معناه خياراته كولر خيارات صعبه لتعويضه، ولكن زاد في نفس الوقت ممكن حاجه باهيه للترجي الرياضي التونسي، لانه علي معلول راهو بالزهر يعني، ولا ما نقولوش بالحظ، لكن امام الفرق التونسيه عاده ما يتالق هذا اللاعب، ويعني وحتى الجماهير يعني تولي تتندر على الحكايه، يقول لك علي معلول راهو ما يعرفش مع الاهلي ما يفرقش بالنسبه للفرق التونسيه. على كل حال احنا حتى في قلب الفريق نتمنى طبعا الشفاء لعلي معلول، وخساره كبيره للنهائي، وان شاء الله يعود لنا نسحقه في المنتخب على الاقل في جوان في تصفيات كاس العالم. خسارة كبيرة قلت للأهلي المصري، لكن الأكيد معناها نقطة نجم نعتبروها في مصلحة الترجي الرياضي.